أبو بطة، قصة قصيرة لميخائيل نعيمة. في المدن الشرقية الكبيرة، وبالأخص في الموانئ البحرية، طبقة لا يستهان بها من العمال تعيش على هامش الحياة، وهي في الواقع من متنها، فعلى أكتافها وسواعدها وظهورها يقوم جانب كبير من الحركة التجارية في تلك المدن، ولكنها ممتهنة من التجار وغير التجار بالسواء، حتى إنك لا يندر أن تسمع أحدهم يتكلم عن عامل من أولئك العمال فيشفع كلامه بقوله: أجلك الله، على حد ما يفعل إذا حدثك عن رجله أو حذائه. ولا عجب، فالشرق ما أدرك حتى اليوم أن لرجله فضلا على رأسه لا يقل عن فضل رأسه على رجله، فالرجل التي تحمل كل أثقال الجسد هي في الغالب أنبل من رأس تحتله الخساسة، وأطهر من قلب يعشش فيه المكر، وأصدق من لسان تحركه النجاسة، وأشرف من يد تهدم بيوت الغير لتبني بيتها من أنقاضها. أولئك العمال هم العتالون، ومنهم صديقي أبو بطة. دعوه كذلك لتورم مزمن في بطة ساقه اليمنى، جعل حجمها ضعفي حجم شقيقتها اليسرى أو يزيد، وقد تشابكت فيها عروق ثخينة متعرجة تبدو لزرقتها كأنها محقونة بمحلول من النيل، وأشد ما تكون هذه العروق بروزا وانتفاخا في أيام الحر، وعندما ينهض صاحبها بحمل من الأحمال الثقيلة التي تفرد بحملها. ومتى عرفت أن بطة صديقي السليمة لا تدانيها في الحجم وقوة العضل بطة عتال آخر في كل بيروت، تمكنت من أن تصور لنفسك حجم البطة العليلة. أما سبب التورم في بطة أبي بطة فعائد على زعمه إلى لدغة عقرب كادت تودي بحياته لو لم تتداركه خالته بالماء الساخن والثوم وغيرهما من العلاجات البيتية. وكان إذ ذاك طفلا يحبو، وقد فقد والدته ووالده في يوم واحد قبل ذلك بقليل، فربي كيفما اتفق مع أولاد خالته. لعلني أسيء الظن إليك وإلى صديقي أبي بطة إن أنا أوهمتك أن شهرته الواسعة في السوق ومكانته السامقة بين العتالين ترتكزان أولا وآخرا على ضخامة بطته، والحقيقة هي أن تلك البطة دعامة واحدة من دعامتين تقوم عليهما شهرته ومكانته، أما الثانية فهي القدرة البدنية العجيبة الكامنة في عضلاته المفتولة وعموده الفقري، تدعمهما ثقة بالنفس لا حد لها. والروايات التي يرويها لك التجار عن تلك القدرة لا تقع تحت حصر، وكان من الطبيعي أن ترتاب في صحة الكثير منها، لولا أن زملاء أبي بطة ومنافسيه في مهنته ما كانوا أسبق الناس إلى تزكيتها. فالعتالون يروون لك الرواية تلو الرواية عن الأثقال العظيمة التي قام بنقلها أبو بطة، وكان يعجز عنها أكبر الجمال وأقدر البغال، وكلهم لا يخجل من الاعتراف له بالتفوق، معزين أنفسهم عن قصورهم في مجاراته بقولهم إنه فلتة من فلتات الطبيعة. أما أبو بطة نفسه فما كان يحدث عن قدرته شأن كل العظماء الذين يكرهون التحدث عن عظمتهم.
وأنت لو رأيت أبا بطة لما رأيت غير عتال كسائر العتالين، بل قد تستخف به لأول نظرة تلقيها عليه، فهو دون الربع من الرجال، والناظر إلى وجهه الشاحب وعينيه الصغيرتين الغائرتين وإلى لحيته الكثة التي لا تدنو منها الموسى أكثر من مرة في الشهر أو مرتين، وفي رجليه القصيرتين الحافيتين، لا يكاد يحسبه يقوى على رفع حقيبة أثقل ما فيها ثياب حريرية وأدوات زينة لسيدة من السيدات الأنيقات، إلا إذا أمعن النظر في رقبته الغليظة اللاصقة بكتفيه وفي يديه السمينتين بأصابعهم القصيرة الثخينة وفي صدره الرحب ومنكبيه العريضين، فقد تلوح له في كل هذه أمارات القوة. ولا عجب، فلكم خدعتنا الظواهر عن الباطن. كان أول عهدي بسيد العتالين منذ عقد ونصف العقد من السنين، إذ كلفته نقل حقيبة خفيفة مسافة لا تتجاوز 100 من الخطوات، ثم نقدته أجرا كان على ما بدا لي فوق ما توقعته بكثير، فما كاد يصدق عينيه، والتفت إلي وقال: ممنون يا أستاذ، أنت تعرف قدر الأوادم. فأحببت مداعبته وقلت: ومن أين عرفت أنني أستاذ؟ فحدجني بعينيه الزرقاوين وابتسم ابتسامة الرضا والسخرية وقال: لا تستخف بي لأنني عتال، فأنا أميز بين الأستاذ وغير الأستاذ. فأجبته: ولكنني لست بالأستاذ، إن أنا غير آدمي مثلك. فحدجني ثانية وقال بدهشة: مثلي؟ معاذ الله، أيستوي العتال والأفندي؟ ألست محاميا؟ قلت: لا. ولا طبيبا؟ لا. ولا مهندسا؟ كلا. ولا تاجرا؟ كلا ولا تاجرا. ولا معلما في مدرسة؟ ولا معلما في مدرسة. ولا موظفا في الدولة؟ ولا موظفا في الدولة. عندئذ شد بكلتا يديه على طرفي حبله الملقى على عاتقه وقال بلهجة اليائس: حيرتني والنبي، إذن ماذا تعمل لكسب معاشك؟ قلت: أكتب. فأشرقت أساريره كمن اهتدى إلى حل لغز معقد وقال بلهجة الظافر: آه صاحب جريدة، قل لي من الأول. وعندما نفيت زعمه الأخير وأفهمته أنني أدون أحاسيسي وأفكاري ثم أنشرها كتبا في الناس، عاد فارتبك أشد من ذي قبل، وبعد فترة من الإطراق رفع بصره إلى فوق وتنهد وقال: إذن لا تفعل شيئا، ثم تكتب عما تفعل وتعيش مما تكتب؟ وبعد هنيهة: سبحان مقسم الأرزاق، هنيئا لك يا أستاذ. فضحكت وافترقنا على ذلك لنعود فنلتقي غير مرة، ونتبادل أحاديث طويلة كان منها أن شرفني أبو بطة بثقته وصداقته، فعرفت أنه تجاوز 70 من عمره، وأنه تزوج في صباه من ابنة عمه، فنسلت له 4 بنات وصبيانا وماتت، فتزوج من شقيقتها التي أنجبت له 3 صبيان وماتت، فما كان منه وقد بلغ 65 إلا أن كتب كتابه على فتاة من قريته دون 20، وهذه ما تزال حية وقد جاءته بابنتين. عرفت كذلك عن أبي بطة أنه خدم 10 من عمره الطويل في الجيش العثماني أيام عبد الحميد، فاشترك في حملة على اليمن، ومرة وقع في الأسر بأيدي الروس، وأن كل ما ادخره من المال لشيخوخته لا يزيد على 11 ليرة ذهبية عثمانية،
يحملها أبدا في هيمانه الذي لا يفارق خصره ولا عند النوم. وعرفت أيضا أنه على جانب عظيم من التدين، يواظب على الصلوات في مواقيتها، ولا يفوته شيء من المراسم المفروضة على مسلم شيعي، وهو يحرم على نفسه السرقة إلا عند الضرورة التي لا ترحم، ويحلل الكذب في أكثر الظروف، وله في ذلك اجتهاد خاص. فهو يقول إن خميرة الصدق في العالم قد أفسدها الكذب، فأصبح صدق الصادق كذبا عند الكذوب. لذلك كان الصدق في كل حين ضربا من الجنون ومجلبة للاحتقار والخسارة والانزواء عن الناس. باح لي أبو بطة بالكثير من أسرار حياته، ما خلا سرا واحدا ما تمكنت من حمله على البوح به. فقد لاحظت في السنوات الأخيرة أن تلك الابتسامة البلهاء التي ما كانت تفارق وجهه فتلطف إلى حد ما من بشاعة ذلك الثؤل الأسود على الطرف الأيسر من شفته السفلى، أجل إن تلك الابتسامة قد غابت خلف نقاب كثيف من القلق والعبوسة. فأبو بطة على غير عهدي به قليل الكلام قليل الحركة، يصرف جل نهاره رابضا على عتبة المخزن الذي استقل من زمان بعتالة بضائعه، لا يفارق الغليون شفتيه ولا الحبل كتفيه والظهارة على ظهره، وهي بمثابة الجل للدابة قد تهرأت، والعصبة التي يعصب بها رأسه قد تهللت فتدلت خيوطها في كل جانب، وهو ينكت الرصيف بالشرشور في يده اليمنى نكتا متواصلا. والشرشور في لغة العتالين هو الكلاب من الحديد أو الفولاذ، يردون به الأثقال إلى ظهورهم. بلى، لقد تغير صديقي أبو بطة، ومنذ أيام حسبتني أدركت أو أوشكت أن أدرك سر ذلك التغيير. فقد خطر لصاحب المخزن أن يدعو عتالا غير أبي بطة لنقل صندوق ثقيل ما ظنه وهو في 85 يقدر على حمله، واتفق أن العتال الغريب ما كان غير بكر أبي بطة من زوجه الثانية، واسمه حسين، وهو من حيث القدرة البدنية يكاد يكون وريث والده. ما إن دخل حسين المخزن وألقى يده على الصندوق حتى وثب والده من مربضه على العتبة كأنه الذئب الضاري أو النمر الغضبان، ومن غير أن يوجه كلمة واحدة إلى ابنه صفعه صفعة مدوية وزمجر: أغرب من هنا يا كلب، ما مات أبوك بعد؟ وانكب على الصندوق الثقيل وما زال يعالجه حتى رفعه بيده إلى حيث تمكن من حمله على ظهره وخرج به متباطئا ولكن بركبتين ثابتتين. فالتفت إلى بطته المتورمة وإذا بها تكاد تنشق. وعاد أبو بطة إلى مربضه، ولكن الابتسامة البلهاء لم تعد إلى وجهه. فحاول صاحب المخزن أن يقنعه بأن 85 من العمر غير 35، فجدير به أن يتخلى عن الأحمال الثقيلة لابنه حسين وأن يكتفي بأحمال تتناسب وسنه، وإنه لشرف له كبير أن يرث مجده في دنيا العتالة ابنه من صلبه لا رجل غريب. فما كان من أبي بطة إلا أن تمتم بحنق واشمئزاز: كلب، وانصرف إلى نكت الرصيف بالشرشور. وكان أمس الذي بات علما في تاريخ الكون الأكبر وتاريخ العتالة في بيروت. واتفق لي أن ذهبت لأبتاع حاجة من المخزن الذي وقف أبو بطة جل عمره على خدمته.
فألفيت صديقي على عادته رابضا على العتبة وفي يده رغيف من الخبز يقضمه على مهل بما تبقى في فمه من أسنان بالية. حييته بلطف فما هش ولا بش، بل تظاهر كأنه لم يرني ولم يسمعني. وما دخلت المخزن حتى بادرني صاحبه بقوله: جئت في وقتك، فما يستطيع غيرك أن يخرجنا من هذا المأزق. أترى ذلك البرميل من زيت النفط؟ وأشار إلى برميل كبير ملقى على الأرض. إن صاحبك أبا بطة يجبن عن حمله، ويؤكد أن ليس في المدينة كلها عتال يقوى عليه، ويأبى أن نأتي بابنه حسين ليحمله. أفلا تلطفت وأقنعته؟ ما كاد صاحب المخزن ينهي كلامه حتى وثب أبو بطة من مربضه وصاح: بل زمجر، واللقمة ما تزال في فمه يحاول بلعها فلا تنبلع. نادوه نادوه، لا حسين ولا جد حسين يستطيع أن يحمله ويخطو به خطوة واحدة. وجاءوا بحسين، فألقى نظرة على البرميل ثم دحرجه قليلا، ثم حاول رفعه من جانب واحد، ثم جمد مكانه برهة في تردد ووجل، وأخيرا تنحى جانبا وقال بخجل وانكسار قلب: ولا أبي في ربيع مجده كان يستطيع أن يقوم به. عندئذ تقدم أبو بطة من البرميل، وبحركة عصبية من يده اليمنى دفع بابنه بضع خطوات إلى الوراء متمتما: كلب، اليوم أعرفك قدر نفسك. ثم بصوت عال: ايتوني بمن يرفعه إلى ظهري. فجاءوه بعتالين آخرين علاوة على حسين، والثلاثة رفعوا البرميل وأوثقوه جيدا بالحبل إلى ظهر أبي بطة. ولاحظت أن العتالين وصاحب المخزن ومستخدميه قد حبسوا أنفاسهم مثلي، وسمروا أبصارهم على بطل المشهد الرائع، وقد انتفخت أوداجه وطفر الدم إلى وجهه، ونفرت العروق في بطتيه السليمة والمتورمة حتى كأنها الحبال المفتولة. وليس من يصدق أنه سيخطو بالبرميل خطوة واحدة. ولكن أبا بطة خطى بالبرميل خطوة ثم أخرى ثم أخرى، واجتاز العتبة إلى الرصيف، فصاح به صاحب المخزن: احترس يا أبا بطة، فما في البرميل يساوي 1000 ليرة عدا ونقدا. أما الآخرون فما تمالكوا من الهتاف. عاش أبو بطة، عاش بطل العتالين وقاهر 85. وبغتة رأيت أبا بطة يجمد مكانه، وسمعته يتفل قائلا: تفو على 85. وأبصرت أن ما تفله كان دما أحمر. ثم أبصرته يهوي فينطح الأرض بجبينه، وأبصرت البرميل يتدحرج عن ظهره فيمس طرف حذاء سيدة كانت واقفة على الرصيف، وأبصرت السيدة تنقبض سحنتها فتنقض على أبي بطة وتركله ركلتين قائلة عند كل ركلة: وحش. ثم أبصرت صاحب المخزن يهرول صائحا في العتالين: البرميل البرميل، تدارك البرميل، 1000 ليرة. وكان آخر ما أبصرت جثة هامدة تجمد النجيع على شفتيها وجبهتها، والتف الحبل حول عنقها. وكان آخر ما سمعت نداء المؤذن: الله أكبر.